السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنبتدي في يونت 3 لستة ابتدائي. يونت 3 بيتكلم عن الأتموسفير، عن الطقس، عن الجو. هنتكلم إن شاء الله على غاز الأكسجين وغاز كربون دايوكسيد وغاز النيتروجين. هو بيتكون من 3 لسون أو 3 لسون: أكسجين، كربون دايوكسيد، أند نيتروجين. النهاردة إن شاء الله هنبتدي نتكلم عن الأكسجين. طبعا اللي فاتوا يونت 1 ويونت 2 يقدر يرجع لهم في الفيديوهات اللي فاتت. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الاكسجين. الاكسجين قبل ما اتكلم عليه عايز اعرف الاول يعني ايه اتموسفير. اتموسفير بالعربي معناها طقس. يعني ايه بقى اتموسفير؟ هقول هو عباره عن ميكتشر اوف ذا جازز سراوند ذا ايرث، وعباره عن مخلوط من الغازات بيحيط بكوكب الارض. طيب اتراكتد باي جرافيتي، يبقى نقول تاني ايه هي الاتموسفير؟ ميكتشر اوف ذا جازز سراوند ذا ايرث اتراكتد باي جرافيتي، مخلوط من الغازات بيلف حوالين الكرة الأرضية. طب بينجذب للأرض عن طريق الجرافيتي، يبقى إيه هو الأتموسفير؟ ميكيتشر أوف ذا جازز راوند إيرث أتراكتد باي جرافيتي. طب بيتكون من إيه الأتموسفير؟ الأتموسفير بيتكون من 21 أكسجين، 21% أكسجين، 78% نيتروجين، طبعا أكبر نسبة هي النيتروجين، وعندي 1% عبارة عن كربون دايوكسيد أند أذر جازز. 21% أكسجين، 78 نيتروجين، هيبقى لي 1% بس عبارة عن كربون دايوكسيد اند اذر جازز. الاذر جازز دي زي ايه؟ زي الارجون، النيون، الهيليوم والووتر فيبر. تمام، يبقى نقول تاني ايه هو الاتموسفير؟ هو عبارة عن ميكتشر اوف ذا جازز راوند ايرث اتراكتد باي جرافيتي. قلنا بيتكون من 21% اكسجين، 78 نيتروجين، 1% عبارة عن كربون دايوكسيد and the other gases. طب لما اجي اتكلم عن السموك، الدخان او الجازس او الداست بارتكل او الغبار، كل ده بيساعد على condensation of the water vapor and the formation of the rain. ده اللي بيساعد على تكوين المطر. يبقى لو جينا قلنا ايه الدور اللي بيلعب بيه الداست والسموك والجازس او اللي هي الغازات اللي جايه من المصانع، هقول ان هي بتعمل على condensation of the water vapor، وده بيساعد في تكوين الرين اند سنو، التلج والمطر. طيب ايه هي اهميه الاتموسفير؟ وات از ذا امبورتنس اوف ذا اتموسفير؟ الاتموسفير بيعمل ايه؟ بيعمل بروتكت ذا ايرث، بيحمي الارض من اليو في او الاشعه اللي هي فوق البنفسجيه. بروتكت ذا ايرث باي ابزوربنج يو في او الالترا فايولت راديشن، وكمان ادجست تمبريتشر، بيظبط درجه الحراره. يبقى الدور اللي بيلعبه الاتموسفير لوعين، بيلعب حاجتين. اول حاجه بيعمل على حمايه الارض من اليو في، بروتكت ذا ايرث فروم يو في او الالترا فايولت راديشن، وكمان ادجست تمبريتشر. يبقى احنا اتكلمنا اول حاجه قبل ما اتكلم عن الاكسجين، هو الليسون كده كده بيتكلم عن الاكسجين، بس قبل ما اتكلم عن الاكسجين اتكلمنا عن الاتموسفير. يعني ايه اتموسفير؟ هقول عباره عن ميكتشر اوف ذا جازز اراوند ايرث، عباره عن مخلوط من الغازات بيحيط بالكره الارضيه، واتراكتد باي جرافيتي. اتكلمنا عن الكومبوننت او المكونات بتاعته: 21 اكسجين، 78 نيتروجين، 1% كربون دايوكسيد اند اذر جازز. طبعا النسبه الكبيره بتكون لغاز النيتروجين، النسبه الاقل لغاز الاكسجين، اقل نسبه خالص الكربون دايوكسيد اند اذر جازز. قلنا برضو ان السموك، الدخان والدست بارتكل والغبار، ده بيساعد على condensation of the water vapor، بيساعد على تكثيف بخار الماء and the formation of the rain and snow. طب ايه هو الدور اللي بيلعبه الاتموسفير؟ هقول بيعمل حاجتين او the importance حاجتين. اول حاجة بيعمل على adjust temperature، بيظبط درجة حرارة الجو، وتاني حاجة protect the earth from absorb UV، بيحمي الارض من عن طريق امتصاص اليو في او الالترافايروت راديشن. بعد كده ان شاء الله هنبتدي بقى نتكلم عن الاكسجين، وهنتكلم عن الكربون دايوكسيد، وهنتكلم عن النيتروجين، كل واحد فيهم درس. بس احنا في البدايه بس اخذنا المقدمه كان عن ايه هو الاتموسفير، والامبورتنس بتاعته ايه، والكومبوننت كمان بتاعه الاتموسفير، والديفينيشن بتاع الاتموسفير. يبقى لما اجي اقول كده عايز ادي بس سؤالين كده نشوف الدنيا الناس صاحيه معانا ولا لا. جيت قلت مثلا وات از ذا امبورتنس اوف ذا اتموسفير، ايه هي اهميه الاتموسفير؟ هقول ايه؟ هقول adjust temperature and protect the earth by absorbing UV او ultraviolet radiation. تمام، هنتكلم بقى عن غاز الاكسجين. وغاز الاكسجين هو يعتبر يعني غاز مهم جدا، وهنتكلم عنه عن كل حاجة فيه، عن التركيب بتاعه، الستركشر، السورسز، المصادر، هنتكلم عن كل حاجة فيه والبروبرتي بتاعته. لما اجي اتكلم عن غاز الاكسجين، اول حاجه غاز الاكسجين نسبته كام؟ هقول 21 من الاير فوليوم، من حجم الهواء 21%. تمام،
طب الاستراكشر بتاعه بيتكون من ايه؟ عايزه اقول ان الموليكيول بتاع غاز الاكسجين الجزيء الواحد بيتكون من 2 اتوم، يعني اكسجين اتوم بلس اكسجين اتوم بيديني موليكيول اوف ذا اكسجين، ودي هنفهمها اكتر ان شاء الله في اولى اعدادي. يبقى 1 اكسجين بلس 1 اكسجين هيديني موليكيول اوف ذا اكسجين O2. يبقى الاستراكشر بتاعه الموليكيول بتاعه بيتكون من 2 اتوم من الاكسجين. طب السورسز بقى مصدر الاكسجين منين؟ طبعا السورسز بتاعه او المين سورس بتاعه هو الجرين بلانت، النباتات الخضراء. طب النباتات الخضراء بتجيبه منين؟ هقول بتجيبه عن طريق عمليه الفوتوسينثس بروسيس، الفوتوسينثس بروسيس اللي هي عمليه البناء الضوئي. يبقى المين سورس بتاعه هو الجرين بلانت. طب الجرين بلانت ده بتجيبه منين؟ هقول باي فوتوسينثس بروسيس، عمليه البناء الضوئي. لازم اراجع برضو على عمليه البناء الضوئي ايه هي الفوتوسينثس بروسيس. هقول ان النبات دوت بياخد ايه؟ بياخد كربون دايوكسيد من الهواء، وبياخد ووتر بياخد ميه، وبياخد كمان مينرال اللي هي الاملاح اللي موجوده في التربه، تمام، وبياخد سانلايت، وبيديني حاجتين، بيديني اكسجين غاز ونيوترانت. نقول تاني، النبات اهو بياخد ثلاث حاجات، بياخد كربون دايوكسيد، بياخد سانلايت، تيك كربون دايوكسيد، تيك سانلايت، تيك ووتر اند مينرال، وبيديني حاجتين، جيف حاجتين، بيديني اكسجين اند نيوترانت. نقول تاني، عمليه الفوتوسينثس بروسيس عمليه مهمه جدا، وهي تعتبر السبب في وجود غاز الاكسجين على سطح الارض. قلنا البلانت بياخد سانلايت، بياخد كربون دايوكسيد، بياخد ووتر اند مينرال من التربه او من السويل، وبيديني نيوترانت وغاز الاكسجين، تمام. يبقى انا المين سورس بتاعه مين؟ هقول هو الفوتوسينثس بروسيس. المين سورس بتاعه مين؟ هقول الجرين بلانت عن طريق ايه؟ الفوتوسينثس بروسيس. المين سورس جرين بلانت باي فوتوسينثس بروسيس. وقلنا النبات بياخد كربون دايوكسيد بلس ووتر اند مينرال فروم ذا سويل بلس سانلايت، هيديني نيوترانت اند اكسجين. طبعا نسبه الاكسجين هي 21%، تمام. النسبه دي ثابته رغم ان احنا بنستخدمها في حاجتين، بنستخدمها في الريسبيريشن والكومباستيشن بروسيس. يعني رغم ان احنا بنستخدم الاكسجين في الريسبيريشن اند كومباستيشن، الريسبيريشن يعني في عمليه التنفس، وفي عمليه الكومباستيشن يعني عمليه احتراق الطعام، ولكن النسبه بتاعته ثابته. وده اللي احنا عايزين نعرف ليه النسبه بتاعته ثابته، ليه الريشيو بتاعته كونستنت او ريمين فيكسد. لما اجي اتكلم بقى ليه الريشيو بتاعته ثابته، ليه النسبه بتاعته ثابته، هقول النسبه بتاعته ثابته عشان ايه؟ هقول لان احنا بنستخدم كونسيوم اكسجين، بنستخدمه اثناء الريسبيريشن اند كومباستيشن، ولكن كومبنسييتد باي، بيتعوض عن طريق الجرين بلانت باي فوتوسينثس بروسيس. يبقى النسبه بتاعته ليه الريشيو بتاعته كونستنت؟ هقول بيكوز كونسيوم اكسجين بنستهلكه في عمليتين، في الريسبيريشن اند كومباستيشن، بات كومبنسييتد باي جرين بلانت باي فوتوسينثس بروسيس. نقول تاني، احنا بنستخدمه في عمليه الريسبيريشن اند كومباستيشن، بات كومبنسييتد باي، بنعوضه عن طريق الجرين بلانت باي فوتوسينثس بروسيس. هنيجي بقى نتكلم دلوقتي عن البريبريشن اوف ذا اكسجين، ازاي بنحضر غاز الاكسجين من في المعمل. طبعا احنا بنحضره ازاي؟ هقول هو بنجيب حاجه اسمها هيدروجين بيروكسيد، بنعمله عمليه ديكومبوزيشن عن طريق المنجنيز دايوكسيد، بيديني ووتر بلس اكسجين. نقول تاني، بجيب ماده اسمها هيدروجين بيروكسيد، بيحصل عمليه ديكومبوزيشن، ديكومبوزيشن عمليه تحليل بواسطه ماده اسمها منجنيز دايوكسيد، ودي كاتاليست، بيديني ووتر اند اكسجين. طب يعني ايه كاتاليست بقى؟ الاول كلمه كاتاليست يا جماعه بالعربي عامل مساعد، يعني كيميكال سبستنس، ماده كيميائيه، ريمين ويزاوت تشينج، بتخش تفاعل بدون اي تغيير، in quantity and probability during chemical reaction. Chemical substance remain without a change in quantity and probability during chemical reaction. مادة بتخش التفاعل بتظل بدون تغيير لا في الكوانتيتي ولا في البروبيريتي during chemical reaction. يبقى يعني ايه catalyst؟ Chemical substance remain without a change in quantity and probability during chemical reaction. طيب التحضير بتاعه زي ما احنا شايفين بالظبط اهو، بنجيب الفلاسك بنحط فيها ماده اسمها منجنيز دايوكسيد، ده اللي هو الكاتاليست اللي هي الماده اللي بتخش التفاعل بدون اي تغيير، كيميكال سبستنس ريمين ويزاوت تشينج ان بروبيريتي اند كوانتيتي ديورينج رياكشن. وباجي احط هنا من فوق كده، بحط في الفانل او في القمع، بحط هيدروجين بيروكسيد، تمام، بحط هيدروجين بيروكسيد وبنزله على المنجنيز دايوكسيد. هنبص نلاقي ان بيطلع لي غاز الاكسجين اهو. يبقى انا عندي اهو بعمل ديكومبوزيشن للهيدروجين بيروكسيد ان بريسنس اوف مانجانيز دايوكسيد، هيديني اكسجين اند ووتر.
نقول تاني: the composition of hydrogen peroxide in presence of وجود مين؟ manganese dioxide هيديني oxygen water، وقلنا المنجنيز dioxide ده catalyst يعني chemical substance remain without a change in property and quantity during reaction. طيب بنجمعه ازاي؟ بنعمل له كولكتد لغايه الاكسجين عن طريق عمليه اسمها داون وورد ديسبيسمنت اوف ذا ووتر، داون وورد ديسبيسمنت اوف ذا ووتر، عن طريق ازاحه الماء للاسفل، لان هو ريرلي ديزولف ان ووتر، لان هو شحيح الذوبان في الميه. يبقى لو حبينا نعمل ريفيجن على اللي احنا خدناه النهارده، احنا خدنا اول حاجه خدنا الاتموسفير، اتكلمنا عن الديفينيشن بتاعته، الكومبوننت بتاعته، والامبورتنس بتاعته، اهميته ايه، وبعد كده بدانا في غاز الاكسجين. اتكلمنا عن الاستراكشر بتاعه، بيتركب من 2 اتوم اوف اكسجين بيديني مولكيول اوف اكسجين، تمام. واتكلمنا عن السورسز بتاعته، المصدر بتاعه هو الجرين بلانت باي فوتوسينثس بروسيس، تمام، وقلنا ايه هي الفوتوسينثس بروسيس وشرحناها. وكمان اتكلمنا عن ايه كمان؟ اتكلمنا عن البريبريشن بتاعته، احنا حضرناه ازاي. احنا قلنا طبعا ان احنا بنجيب هيدروجين بيروكسيد ان بريسنس اوف مانجانيز اوكسايد هيديني اكسجين ووتر، وقلنا بنجمعه بطريقه اسمها داون وورد ديسبيسمنت اوف ذا ووتر، لان هو ريرلي ديزولف ان ووتر. هنوقف هنا وان شاء الله هنبتدي نكمل المره الجايه ان شاء الله بروبرتي اوف ذا اكسجين. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واللي عجبه الفيديو يعمل لايك ويعمل سبسكرايب للقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.